طلابي الأعزاء، النهاردة إن شاء الله هتكلم على الـ development of the meat gut. هبدأ بـ introduction زي ما إحنا متعودين. الـ intestine بتتكون من small intestine و large intestine. الـ small intestine بتتكون من الـ duodenum والـ jejunum والـ ileum. لو بصينا كده نلاحظ إن الـ coils of the jejunum بتبقى موجودة فوق على الشمال، والكويلز اوف ذا ايليوم بتبقى موجوده تحت على اليمين، والترتيب ده ليه علاقه بالامبريولوجي. الايليوم بعد كده هيفتح في السيكم بإليوسيكال فولف، دي الفيرمي فورم ابندكس. السيكم هيكمل على الاسندنج كولون، رايت كوليك فليكشر، ترانسفيرس كولون، ليفت كوليك فليكشر، ديسندنج كولون، سيجمويد كولون، ريكتوم، وانال كانال. لو بصينا كده يا ترى ايه هي علاقة الترانسفيرس كولون بالديودينم؟ مين اللي موجود سوبرفيشال ومين اللي موجود ديب؟ الترانسفيرس كولون بيعدي سوبرفيشال للديودينم، والنهاردة هنعرف تفسير الكلام ده في الامبريولوجي. ده الميت جوت، يا ترى هيعمل انهي اجزاء بالظبط في الانتستين؟ هيعمل اللور هاف اوف ديودينم، جيوجينم، إليوم، سيكم وأبندكس، أسندنج كولون، رايت كوليك فليكشر، ورايت تو ثيردز أوف ترانسفيرس كولون. ده عبارة عن لونجيتيودينال سيكشن للإمبريونيك ديسك قبل الفولدنج. أنا أتعب الطول وببص عليه من الجنب، هنا كرينيال وهنا كودال. الكافيتي اللي موجود فنترال للإمبريونيك ديسك ولايند بإندوديرم ده اليوكساك. بعد الفولدنج اليوكساك هيتقسم لجزئين، جزء هيدخل جوه الامبريو ويعمل الجت، وجزء هيفضل بره الامبريو وده اسمه سكندري يوكساك او ديفينيتيف يوكساك. والديفينيتيف يوكساك بيبقى كونكتد للجت بالدكت الرفيعه دي اللي اسمها فيتل لاين دكت او فيتيلو انتستاينال دكت، ودي هنتكلم عليها في محاضره النهارده ان شاء الله. لو نلاحظ كده من الصورة البيتيبو انتستاينال دكت بتبقى كونكتد لأنهي جزء من الجت؟ فور جت ولا ميت جت ولا هاين جت؟ ميت جت. يا ترى الميت جت بدايته فين ونهايته فين؟ ايه هو الاكستنشن بتاعه؟ بدايته بتبقى جاست كودل تو ذا هيباتيك بود. طيب نهايته فين؟ ما قدروش يحددوا نهايته في الامبريو فخلوها نفس نهايته في الأدلت عند الجنكشن ما بين الرايت تو ثيردز والليفت وان ثيرد اوف ترانسفيرس كولون. وزي ما انتوا شايفين الميت جت بيبقى كونكتد للسكندري يوكساك بالفيتيلاين دكت او الفيتيلو انتستاينال دكت، وبيبقى كونكتد للبوستيريور ابدومينال وول بدورز الميزنتري، بيمشي فيه السوبيريور ميزنتريك ارتري اللي هو الـ artery of meat gut. تعالوا بقى نتكلم على الـ development of the meat gut. الـ meat gut هيحصل له elongation ويعمل loop اسمه meat gut loop. الـ meat gut loop ليه apex، الـ apex connected ليه الـ secondary yuxac بالـ vitelline duct أو الـ vitello intestinal duct، ومن ورا بيبقى كونكتد للبوستيريور ابدومينال وول بدورز الميزنتري، ماشي فيه السوبيريور ميزنتريك ارتري. وليه تو لمبس، لمب قريب من الهيد اوف ذا امبريو هنسميه كرينيال لمب، ولمب تاني قريب من الكودال اند اوف ذا امبريو ده هنسميه كودال لمب. الكودال لمب هيظهر فيه سويلنج في المكان ده اسمه سيكال سويلنج. لو انا قلتلك ان السيكال سويلنج ده هيعمل الفيوتشر سيكم، وان دي الاستومك والابر بارت اوف ديودينم، يبقى معنى كده ان الكرينيال لمب هيعمل ايه؟ هيعمل اللور هاف اوف ديودينم، جيوجينم، وموست اوف ايليوم، بس مش كل الايليوم. ليه؟ لان الايليوم بينتهي عند السيكم. طيب الكود اللمب هيعمل ايه؟ الكود الليمب هيعمل بقية الإليوم والسيكم،
ascending colon, right colic flexure, right to third of transverse colon. يبقى معنى كده ان الكرينيال لمب اوله هو lower part of duodenum واخره هو right to thirds of transverse colon. الميد جات لوب هيحصل له elongation اكتر، هيبدأ يطول خالص بالذات الكرينيال لمب لانه عايز يعمل 6 متر انتستين، فلما هيطول هيبدأ يعمل كويلز كتيرة، والكويلز دي ما بيبقاش ليها مكان في الابدومينال كافيتي لان بيبقى حجمه صغير، الليفر بيبقى حجمه كبير، وفي مرحلة من مراحل تكوين الكيدني اسمها الميزونيفروس بتبقى واخدة حيز في الابدومينال كافيتي. فالكويلز اوف ذا ميد جات لوب مش بتلاقي مكان جوه الابدومينال كافيتي، فبتيجي عند الاسبوع السادس تخرج بره الابدومينال كافيتي وتدخل جوه الامبيليكال كورد، يعني تعمل هيرنيا. الهيرنيا دي هنسميها فيسيولوجيكال امبيليكال هيرنيا. ليه فيسيولوجيكال؟ لان هي هيرنيا طبيعيه بتحصل فينا كلنا. امتى؟ في الاسبوع السادس من الفيرتيلايزيشن. دي عباره عن صوره حقيقيه مبينه الكويلز اوف ذا ميد جات لوب زي ما انتم شايفين كده، خرجت من الابدومينال كافيتي ودخلت جوه الامبيليكال كورد. الفيسيولوجيكال امبيليكال هيرنيا بتحصل في الاسبوع الكام؟ في الاسبوع السادس من الفيرتيلايزيشن، وده رقم مقدس ما ننساهوش، رقم مهم جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض فيديو هيورينا الشينجز اللي هتحصل في الميد جات لوب بعد الهيرنيشن. ده الميد جات لوب، لو انا بصيت عليه من الجنب بيتكون من كرينيال لمب ماسكاه بايدي اليمين، وكود اللمب ماسكاه بايدي الشمال، وليه ايبكس. الايبكس هتبقى كونكتد للسكندري يوكساك بالفيتيلاين داكت او الفيتيلو انتستاينال داكت، والكود اللمب هيطلع فيه سويلنج اسمه سيكال سويلنج، ده هيعمل السيكم. الكرينيال لمب انا ماسكاه بايدي اليمين، ده هيعمل اللور هاف اوف ديودينوم جوجينوم موست اوف ايدي، والكود اللمب انا ماسكاه بايدي الشمال، ده هيعمل الريست اوف ايليوم سيكم اسندنج كولون رايت كوليك فليكشر رايت تو ثيردز اوف ترانسفيرس كولون. يبقى انا كده ماسكه الديودينوم بايدي اليمين وماسكه الرايت تو ثيردز اوف ترانسفيرس كولون بايدي الشمال. الميد جات لوب هيحصل فيه الونجيشن، هيبدا يطول بالذات الكرينيال لمب علشان يعمل 6 متر انتستين، وفي نفس الوقت الابدومينال كافيتي حجمه صغير، ففي الاسبوع السادس الميد جات لوب مش هيلاقي ليه مكان جوه الابدومينال كافيتي، فهيحصل له هيرنيشن، هيخرج بره الابدومينال كافيتي ويدخل جوه الامبيليكال كورد، يعمل هيرنيا اسمها فيسيولوجيكال امبيليكال هيرنيا. During herniation وهو بيخرج هيحصل rotation 90 degrees anti clockwise، بحيث ان الكرينيال لمب اللي هيعمل السمول انتستين هيبقى موجود على اليمين، والكود اللمب اللي هيعمل اللارج انتستين هيبقى موجود على الشمال. ولازال الميد جات لوب بيحصل له elongation بالذات الكرينيال لمب، حتى هو في الامبيليكال كورد عمال يعمل كويلز يطول يطول. في الاسبوع العاشر الابدومينال كافيتي حجمه بيكبر، والميد جات لوب بيلاقي مكان ان هو يبدا يرجع، بيحصل له ريدكشن. during ريدكشن لما يجي الميد جات لوب يرجع للابدومينال كافيتي، الانتستين ما بتاخدش بعضها كده وتدخل هابهازرد، لا دي بتدخل بترتيب ونظام. هتدخل ازاي؟ اول حاجه الكرينيال لمب هيخش الاول. طب احنا عارفين ان الكرينيال لمب ده هيعمل الجيوجينم والإليم، والجيوجينم مكانه فين؟ مكانه هنا فوق على الشمال. فاللي هيحصل ان الكرينيال لمب هيبدا يدخل، وهو بيدخل هيحصل روتيشن 90 degrees anti clockwise عكس عقارب الساعة، بحيث ان الكرينيال لمب هيبقى موجود تحت والكودال لمب هيبقى موجود فوق.
هيبدأ بقى الكرينيال لمب يرتب نفسه الكويلز اوف جيوجينال فوق على الشمال، يخلص يجي بقى الإيليام يبدأ يرتب نفسه تحت على اليمين لحد ما الكرينيال لمب يدخل بشكل كامل. هيجي الدور على الكودال لمب. الكودال لمب ده بقى هيعمل ايه؟ ده السيكال سويلنج، هيعمل السيكم، واحنا عارفين ان السيكم موجود هنا في الرايت إيلياك فوسا، وهيعمل الاسندين كولون والرايت كوليك فليكشر. فهو داخل، هو عايز يروح بقى ناحية اليمين، هيلف another 90 degrees anti clockwise عكس عقارب الساعة ويدخل. واخر جزء خالص من الكودال لمب هيدخل الابدومينال كافيتي، هو السيكال سويلنج، بيبقى في البداية موجود تحت الليفر، يعني في البداية خالص ما بيبقاش عندنا ascending colon ولا right colic flexure. اللي بيحصل بعد كده ان الكودال لمب هيحصل له elongation، هيبدأ يطول، والسيكم هيبدأ ينزل تحت لمكانه في الرايت إيلياك فوسا، ويخلق الاسندنج كولون ويخلق الرايت كوليك فليكشر. لو احنا كده عايزين نجمع مع بعض، الميت جات لوب حصل له روتيشن كام مره من اول ما خرج لحد ما دخل، من اول ما عمل هيرنيشن لحد ما حصل ريدكشن. لما عمل هيرنيشن حصل روتيشن 90 degrees anti clockwise، ولما حصل له ريدكشن عمل روتيشن 180 degrees anti clockwise. ال 180 degrees دي ما عملهاش مره واحده، عملها 90 في 90 زي ما احنا شايفين كده. ولو نلاحظ يا جماعه، ادي الترانسفيرس كولون وادي الديودينم، مين اللي موجود سوبرفيشال؟ الترانسفيرس كولون هو اللي موجود سوبرفيشال للديودينم، زي ما شفنا في صوره الاناتومي في اول المحاضره. تعالوا نتفرج على الصور بعد ما شفنا الفيديو. ادي الميت جات لوب قبل الهرنيشن، ليه كرينيال لم اللي لونه اصفر، وده هيعمل السمول انتستين، ده الكرينيال لم لو انا بص عليه من قدام، والكودال لم اللي لونه ازرق ده اللي هيعمل اللارج انتستين بيبقى موجود تحت، والميت جات لوب بيبقى كونكتد للسكند ريوكساك بالفيتيلاين داكت او الفيتيلو انتستينال داكت، وبيبقى كونكتد للبوستيرور ابدومينال وول بدورزال ميزنتري ماشي في السوبيرور ميزنتريك ارتري. السوبيرور ميزنتريك ارتري ده الاكسس اللي هيلف عليه الميت جات لوب. في الاسبوع السادس الميت جات لوب هيحصل له هيرنيشن بره الابدومينال كافيتي، هيسيب الابدومينال كافيتي ويدخل الامبيليكال كورد. ديورينج هيرنيشن هيحصل روتيشن 90 degrees انتي كلوكوايز، هيلف 90 درجة عكس عقارب الساعة، بحيث ان الكرينيال لمب اللي هيعمل السمول انتستين هيبقى موجود على اليمين، والكودال لمب اللي هيعمل اللارج انتستين هيبقى موجود على الشمال. وزي ما انتوا شايفين الكرينيال لمب بيعمل كويلز، يعني عمال يطول حتى وهو جوه الامبليكال كورد. في الاسبوع العاشر هيحصل ريدكشن للميت جات لوب. الميت جات لوب وهو بيرجع هيرجع بترتيب ونظام. الكرينيال لمب هو اللي هيدخل الاول. حاليا الكرينيال لمب موجود على اليمين، واحنا عارفين ان الجيوجينوم بيبقى موجود على الشمال في الابدومينال كافيتي، فهو داخل هيحصل روتيشن 90 degrees انتي كلوكوايز، بحيث ان الكرينيال لمب هيبقى موجود تحت والكودال لمب هيبقى موجود فوق. وبعد كده الكرينيال لمب هيبدا يرتب نفسه في الابدومينال كافيتي فوق على الشمال الكويلز اوف جيوجينال، وبعدين يبدا ينزل تدريجيا لحد ما نوصل للكويلز اوف إيليام ترتب نفسها تحت على اليمين. بعد ما الكرينيال لمب هيدخل هيجي الدور على الكودال لمب. الكودال لمب ده هيعمل السيكم وهيعمل ascending colon اللي هما موجودين على الناحية اليمين، فهو داخل هيحصل rotation another 90 degrees anti clockwise بحيث ان هو يجي على اليمين. تعالوا نشوف الكلام ده في الصورة اللي جاية. يبقى زي ما انتوا شايفين كده الكودال لمب
لما دخل الابدومينال كافيتي لف 90 ديجريز انتي كلوك وايز، بحيث بقى موجود على اليمين الجزء اللي هيعمل السيكم والاسندين كولون بقى موجود على اليمين، والكرينيال لمب بقى موجود على الشمال اهو الجزء اللي عمل الجيوجينوم والإليم. طب خلونا كده نفكر مع بعض، هو الميد جات لوب عمل روتيشن كام مرة ديورينج هيرنيشن وديورينج ريتيرن؟ ديورينج هيرنيشن عمل روتيشن 90 ديجريز انتي كلوك وايز، وديورينج ريتيرن عمل روتيشن 180 ديجريز انتي كلوك وايز، بس ما عملهمش مرة واحدة، عملهم 90 في 90. يعني احنا لو حبينا نعد عدد مرات الروتيشن سواء في الهيرنيشن او في الريدكشن هيبقوا كلهم على بعض 270. طيب في معلومة بقى يهمنا نعرفها، ان السيكل سويلينج هو اخر جزء خالص من الكودا الليمب هيدخل الابدومينال كافيتي، واول ما بيدخل بيبقى موجود تحت الليبر وبيبقى مكمل على الترانسفيرس كولون، يعني في البداية ما بيبقاش في اسندين كولون ولا رايت كوليك فليكشر. اللي هيحصل بعد كده ان السيكم هيحصل له ديسند، هيبدأ ينزل لمكانه في الرايت إلياك فوسة ويخلق الاسندين كولون ويخلق الرايت كوليك فليكشر، هنشوفها في الصورة اللي جاية. يبقى زي ما انتوا شايفين كده السيكم نزل لمكانه في الرايت إلياك فوسة وخلق الاسندين كولون وخلق الرايت كوليك فليكشر. كده الانتستين خلاص بقت موجودة في مكانها، الدنيا ماشية كده مع الاناتومي. الجيوجينوم الكويتس بتاعته موجودة فوق على الشمال والإليم تحت على اليمين. بعد كده السيكم موجود في الرايت إلياك فوسة، اسندين كولون، رايت كوليك فليكشر، right two thirds of transverse colon. ولو نلاحظ هنا ان الترانسفيرس كولون موجود superficial للديودينم، وده فعلا ماشي مع الاناتومي. الفيديو ده هيوضح لنا برضو الروتيشن of the mid gut loop during herniation and during reduction. ادي الكرينيال لمب بيبقى موجود فوق والكودا لمب بيبقى موجود تحت. During herniation هيحصل rotation 90 degrees anti-clockwise، بحيث ان الكرينيال limb يجي على اليمين والكودال limb يجي على الشمال. During reduction الكرينيال limb هيدخل الاول، فهيحصل rotation 90 degrees anti-clockwise، بحيث ان الكرينيال limb يبقى تحت والكودال limb يبقى فوق. بعد كده اخر جزء هيدخل هو الكودال limb، وهو داخل هيحصل روتيشن another 90 degrees anti clockwise، بحيث ان الكودال لمب هيبقى على اليمين والكرينيال لمب هيبقى على الشمال. اخر مرحله خالص ان السيكم هيحصل له ديسند في الرايت إلياك فوسة ويخلق الاسندين كولون ويخلق الرايت كوليك فليكشر، وكده بقى شكل الانتستين ماشي مع الاناتوم. انا دلوقتي عملت اجزاء الانتستين المختلفة من الميد جات لوب، يا ترى الدورز الميزنتري اللي هيعمل كونكشن ما بين الميد جات لوب والبوستيرو ابدومينال وول ايه الفيد بتاعه؟ والله حسب، لو انا في جزء زي الجيوجينم والإليم انا محتاجة الموفمنت بتاعتهم، محتاجة البريستالسز علشان الابزوربشن، فالميزنتري بتاعهم بيفضل زي ما هو. طب اجي على جزء زي الاسندنج والديسندنج كولون، انا مش محتاجة الموفمنت بتاعتهم، فاللي بيحصل ايه؟ ان الميزنتري بتاع الاسندنج والديسندنج كولون بيرجعوا لورا باتجاه السهم ويضغط نفسه على البوستيرور ابدومينال وول، يلزق على البارايتال بريتونيوم اوف بوستيرور ابدومينال وول. دلوقتي انا هقص الاسندنج كولون واكبر الصورة، يبقى زي ما انتوا شايفين الميزنتري بتاع الكولون رجع لورا ولزق على البريتونيوم اوف بوستيريور ابدومينال وول، وبعد كده التو لايرز دول اللي لزقوا على بعض هيحصل لهم ابزوربشن، يعني هيختفوا. يبقى زي ما انتوا شايفين كده التو لايرز حصل لهم ابزوربشن، بحيث ان الاسندنج والديسندنج كولون
بقوا ريترو بريتونيال اورجانز. يعني ايه ريترو بريتونيال؟ يعني متغطي بريتونيال من قدام ومن الجناب، لكن مش متغطي بريتونيال من ورا. من ورا بيبقى في دايركت كونتاكت ما بينه وما بين البوستيريور ابدومينال وول without peritoneum in between. طب اجي على جزء زي الترانسفيرس كولون. لا، الترانسفيرس كولون ده انا بحتاج الميزنتري بتاعه، وده بنسميه ترانسفيرس ميزوكولون. ده عبارة عن فيديو صغير هيبين الابزوربشن بتاع الميزنتري of ascending and descending colon. هاخد cut section، ادي الاسندنج والديسندنج كولون، وده الميزنتري بتاعهم. هيرجع لورا زي ما انتم شايفين ويلزق على البريتونيوم اوف بوستيرور ابدومينال وول ويحصل لهم ابزوربشن. اتفقنا مع بعض في اول المحاضره ان الميت جات بيبقى كونكتد للسكندري اوكسيك بالفيتيلاين داكت او الفيتيلو انتستينال داكت. ادي الميت جات لوب الكرينيال ليم، وده الكودا الليم اللي فيه السيكل سويلنج، ودي الابيكس بتبقى كونكتد لليوكسيك بالفيتيلو انتستينال داكت. لو نبص كده من الصوره، الفيتيلو انتستينال داكت بتبقى كونكتد لانهي جزء بالظبط في الميت جات لوب؟ الجزء اللي بيعمل الاليوم، لان طبعا ده السيكم. طب يا ترى ايه الفيت اوف ذا فيتيلاين داكت؟ الفيت بتاعها ان هي بتختفي كومبليتلي، disappears completely، ودي حاجة مهمة جدا علشان لو ما اختفتش بشكل complete ده هيعمل congenital anomalies هنتكلم عليها ان شاء الله في اخر المحاضرة. هتكلم بقى على ال congenital anomalies of the meat gut. هتكلم اول حاجة على ال anomalies of the mesenteries. احنا اتفقنا ان ال mesentery of ascending and descending colon بيلزق على البريتونيوم اوف بوستيرور ابدومينال وول، والطبقتين دول يحصل لهم ابزوربشن ويختفوا بحيث ان الكولون يبقى ريترو بريتونيال. في بعض الاحيان عند الجزء بتاع السيكم ممكن الميزنتري يفضل ما يحصلوش ابزوربشن، وفي الحاله دي السيكم هيبقى موبايل، ممكن يتحرك ابنورمال موفمنتس، يعني يتحرك لفوق مثلا، هو مش الطبيعي انه يتحرك. وفي حاله زي كده ممكن السيكم او الاسندنج كولون يحصل له تويستنج على نفسه، يعمل كونديشن اسمها فولفلس، ودي بتؤدي لي انتستينال اوبستراكشن. تاني كونديشن اسمها ريتروكوليك بوكيتس. في الحاله دي ممكن سيجمنت من الاسندنج كولون تبقى ريتروبريتونيال عادي مفيش مشكله، وسيجمنت تانيه بيحصل فيلير اوف فيوجن ما بين الميزنتري بتاعته وما بين البريتونيوم اوف بوستيريور ابدومينال وول، بحيث ان يبقى فيه بوكيت ورا الميزنتري اوف اسندنج كولون. وخطوره الحاله دي ان ممكن لوب اوف سمول انتستين يعدي ورا في المكان ده ويعمل ريتروكوليك هيرنيا. تاني كونديشن هي البادي وول ديفكتس، ودي بتتقسم لثلاث انواع. اول نوع اسمه الانفالوسيل. في الحاله دي الانتستين بيحصل لها هرنيشن في الاسبوع السادس، لكن ما بيحصل لهاش ريدكشن في الاسبوع العاشر. فالطفل يتولد في ماس موجوده في الامبليكس، الماس دي بتبقى فيها اللوبس اوف انتستين، واللوبس اوف انتستين بتبقى مغطيه ببريتونيا وورتونز جيلي وأمنيون. تاني كونديشن من البودي وول ديفكتس اسمها امبليكال هيرنيا. في الحالة دي الانتستين بيحصل لها هيرنيشن في الاسبوع السادس، ويحصل لها ريدكشن في الاسبوع العاشر. بعد الولادة في بعض الحالات بيبقى مكان الامبليكس ضعيف، فالانتستين بترجع تخرج تاني. بتخرج امتى؟ لما الانترا ابدومينال بريشر يزيد، يعني لما الطفل مثلا يكح او يحزق او يعيط. وفي حاله الامبليكال هيرنيا بتبقى الانتستين متغطيه ببريتونيوم وسبكوتينيوس تيشو وسكن، وممكن الام بصباعها كده تعمل ريدكشن للهيرنيا، تزق الهيرنيا لجوه، لكن حجمها هيرجع يزيد تاني لما الانترا ابدومينال بريشر يزيد، لو الطفل عيط او كح او حزق.
في حالات الامبليكال هيرنيا بيدوا للطفل فرصة اول 2 أو 3 سنين، لان ممكن الهيرنيا تتصلح لوحدها، لكن لو ما تصلحتش لوحدها خلال الفترة دي بيصلحوها سيرجيكال. تالت كونديشن من البادي وول ديفكتس اسمها جاستروسكيسز، وفي الحالة دي الطفل بيتولد بيبقى فيه فتحة في الانتيريور ابدومينال وول. الفتحة دي بتبقى موجودة لاترال للامبليكس، غالبا بتبقى موجودة على اليمين، ادي الامبليكال كورد اهي، وادي في ديفكت او فتحة الانتستين خارجة منه. في الحالة دي الانتستين مش بتبقى متغطية ببيريتونيوم او بامنيون، وبتبقى اكسبوز للامنيوتيك فلويد اللي ممكن يعمل لها دامج. الانومالي اللي بعد كده هو الاتريزيا والستينوزز اوف ذا انتستين. كلمة أتريزيا يعني الانتستين مقفولة خالص، يعني في سيجمنت أتريتيك، سيجمنت مش موجودة. إنما ستينوزز معناها إن في سيجمنت لكن نارور عن الطبيعي. الكونديشن اللي بعد كده اسمها سب هيباتيك سيكم اند أبندكس. احنا اتفقنا ان الكود الليمب لما بيدخل اخر جزء بيدخل فيه هو السيكم، وبيبقى موجود تحت الليفر. بعد كده الكود الليمب بيحصل له إيلونجيشن، بيطول، والسيكم بينزل بحيث انه يخلق الاسندنج كولون والرايت كوليك فليكشر. في الحالة دي السيكم مش هينزل مكانه في الرايت إلياك فصة، وهيفضل موجود تحت الليفر، وفي الحالة دي ما بيبقاش فيه اسندنج كولون. الانومالي اللي بعد كده هو abnormal rotation of the midgut loop، وده بيتقسم لنوعين. الحالة الأولى اسمها left sided colon، وفي الحالة دي ال small intestine بتبقى موجودة على اليمين، والسيكم والascending colon بيبقوا موجودين على الشمال. الحالة الثانية اسمها reversed rotation. في ال reversed rotation الديودنم بيبقى موجود superficial للترانسفيرس كولون. في الفيديو اللي جاي هنشوف ازاي الحالتين دول بيحصلوا. ده الميد جات لوب. احنا اتفقنا ان الميد جات لوب during herniation بيحصل له rotation 90 degrees anti-clockwise، و during reduction بيحصل له rotation 180 degrees anti-clockwise، 90 في 90. طيب لو الميد جات لوب حصل له during herniation حصل له rotation 90 degrees anti clockwise، وقف على كده، يعني during return ما حصلوش rotation، فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الكود الليم موجود على الشمال اهو، هيدخل على الناحية الشمال، يعني السيكم والاسندنج كولون هيبقوا موجودين على الناحية الشمال، والكرينيال ليمب اللي هيعمل الجيوجينم والإليم هيدخل على الناحية اليمين، يعني الجيوجينم والإليم هيرتبوا نفسهم على اليمين. الحالة دي بنسميها left sided colon. تاني حالة، أنا إيدي اليمين ماسكة الديودينم وإيدي الشمال ماسكة الترانسفيرس كولون. إحنا طبعا عارفين إن لما يحصل روتيشن للميد جات لوب during herniation و during reduction النت ريزلت إن الترانسفيرس كولون بيبقى موجود superficial للديودينم. طيب لو حصل بقى ان الميد جات لوب during herniation حصل له rotation 90 degrees clockwise وليس anti clockwise، شفتوا ايه اللي حصل؟ مين اللي بقى موجود superficial للتاني؟ الديودينم بقى موجود superficial للترانسفيرس كولون، او الترانسفيرس كولون بقى موجود behind the duodenum. الحالة دي بنسميها reversed rotation. هتكلم بعد كده على الانوماليز of the remnants of the vitelline duct. احنا اتفقنا ان الميد جات لوب بتبقى connected للسكندري يوك ساك بالفيتلاين دكت، انهي حته تحديدا في الميد جات لوب؟ الاليوم. وان الفيتلاين دكت بتختفي completely. في الحاله دي البروكسيمال بارت اوف ذا vitelline دكت بتفضل مش بتختفي، وتعمل كونديشن اسمها ميكلز دايفيرتيكولم. بيبقى دايفيرتيكولم صغير كده طالع من الاليوم، وبيبقى كونكتد للباك اوف امبليكس بفايبروس باند.
الميكلس دايفرتيكولم بيتميز برقم 2، بيبقى موجود عند 2% of population، وبيبقى موجود على مسافة 2 feet من الـ iliocecal junction تقريبا 60 سنتي، وبيبقى نسبة الميل للفيميل 2:1، وبيبقى طوله تقريبا 2 inches أو 5 سنتي. طيب ايه مشكلة الميكلز دايفرتيكولم؟ مشكلته ان ممكن يكون فيه اكتوبيك جاستريك او بانكرياتيك تيشو، وده ممكن يعمل ulceration او bleeding او حتى ممكن يعمل perforation. تاني حاجة هو جزء blind كده زي الامبليكس بالظبط، فلو حصل فيه inflammation هيعمل symptoms شبه الابندسايتس. تاني كونديشن اسمها vitelline fistula. في الحالة دي الفيتلاين دكت مش بتقفل completely، بتفضل كلها كده من اولها لاخرها مفتوحة، فبتعمل communication ما بين الإليوم وما بين الأمبليكس، وطبعا كده الكونتينس اللي موجودة في الإليوم ممكن تخرج من الأمبليكس. تالت كونديشن اسمها vitelline cyst، وفي الحالة دي الفيتلاين دكت بتتقفل من الانس بتاعتها، دي بيحصل لها فايبروزز، انما الميدل بورت بيفضل مفتوح ويعمل السيست زي ما انتوا شايفين كده. احنا كده خلصنا الديفلوبمنت اوف ذا ميد جت. المحاضره اللي جايه ان شاء الله هتبقى اخر محاضره في الموديول اوف دايجستيف سيستم، وهتكلم فيها على الديفلوبمنت اوف ذا هايند جت. شكرا جزيلا.